أهلا بكم مشاهدي الكرام. اليوم سوف نتحدث عن استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان الذي استقبل أعضاء نواب الشرعية في جدة، حيث استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم بجدة أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للشرعية. خلال اللقاء أشار رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى ما يجسده اللقاء من تجديد لأواصر الأخوة وبحث ومناقشة للمستجدات على الساحة اليمنية، ونوه بتضحيات الشعب اليمني في نصرة الحق وعودة الأمن والاستقرار والاستقلالية لليمن من التعبية للقوى أو دول معينة. من جهة ثمن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي دعم المملكة لليمن على كافة المستويات من خلال التحالف العربي، وأكد بأن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة كان لها أعظم الأثر في التخفيف من معاناة اليمني التي صنعتها الميليشيات الإنقلابية. وقال الشدادي إن الشعب اليمني على ثقة تامة بأن التحالف العربي بقيادة المملكة سائر في دعم الجيش الوطني من أجل استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الانقلابية وقيادة عملية لإعادة الإعمار لما دمرته الحرب. وقال الشدادي إن الوضع الطبيعي لليمن هو بين إخوانه في مجلس التعاون الخارجي، وأن تأهيله للانضمام إلى المجلس أصبح ضرورة ملحة يتطلع الشعب اليمني لاستكمالها. تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الشيخ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب وكذلك رئيس تكتل النواب الشرعية. أسعد الله مساءك شيخ محمد. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك. بداية، كيف كانت طبيعة الأجواء التي سادت اللقاء اليوم في جدة والتي التقى فيها أعضاء مجلس النواب التابعين للشرعية مع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان؟ بداية عبركم دي الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد سلمان نائب الملك ولي العهد على إتاحته الفرصة لأعضاء مجلس النواب للقاء به في هذا الظرف الذي يعني تمر المملكة بانشغالات كثيرة جدا، وهو القائم بأعمال الملك وفي موسم الحج وفي مشاغل سياسية كثيرة على مستوى الإقليمي والدولي. اللقاء كان لقاء أخوي صادق، تناولنا فيه مكمل القضايا، وأنت في قد تناولته في المقدمة بالتفصيل بالكلمة التي ألقاها الأستاذ محمد الشدادي نائب رئيس المجلس، والتي تضمنت كل الهموم الوطنية وأيضا سواء على الداخل أو المغتربين وهمومهم أيضا، وتناولت الشؤون اليمنية سواء السياسية أو العسكرية أو الإغاثة أو يعني أحوال المغتربين وما يعانون، وخاصة في القوانين الجديدة وكيف أن اليمن تمر في ظرف دقيق وخطير جدا، يستحق معه أبناء اليمن أن يراعوا في هذا الظرف حتى تنجلي الغمة. بكل المقاييس اللقاء كان في أواصر الصلات وواصل القوة بين البلدين الجارين اللذين يشكلان جسد واحد في اسم الجزيرة العربية والوطن العربي. نعم، طيب أبرز القضايا التي تناولها هذا اللقاء بالنسبة للشأن اليمني؟ يعني اعتقد انك في تقديمك تتحدث عن رب شخصتها، تناول الجوانب العسكريه، تناول جوانب الاغاثه، تناول جوانب المغتربين وما يعانون، وخاصه القوانين الجديده في الرسوم على المرافقين، و يعني وتقدمنا طلب مكتوب خطيا موقع من كل الاعضاء لسمو الامير محمد وسلمناه اليه إضافة إلى أنه ذكر في حوارنا وفي كل
الكلمات التي قيلت، يعني ايضا تناول موضوع ضروره انضمام اليمن لمجلس التعاون كونها وتاهيلها لهذا الدور، كونها يعني هو المكان الذي سيضع اليمن في صمام امان من ان يطمع لها الطامعون، وان لانها هي خاصره الجزيره وهي كما يسموها الحديقه الخلفيه للخليج العربي، موقعها الطبيعي جغرافيا وسياسيا وتاريخيا ان تكون مع أشقائها في الجزيرة العربية. نعم، هل من نتائج خلص إليها هذا اللقاء شيخ محمد؟ لا تتعجل، النتائج ستظهر قريب إن شاء الله، ستكون هناك ردود إيجابية كبيرة. نعم، بالنسبة للإيجابيات التي تتحدث إليها شيخ محمد، كيف يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تترجم على أرض الواقع بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة؟ مزيد من التنسيق بين الشرعية ودول التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية، مزيد من التعزيز، مزيد من التخطيط، مزيد من استشعار الجميع بأهمية أننا على سفينة واحدة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا تحدث النائب الشدادي بخطوة ضرورة من استكماله هي الانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، فماذا عن هذه النقطة وهل دار نقاش حولها؟ كما قلت لك النقاش لم يدر نقاش، ولكن أخذت كل متطلباتنا، ونحن يعني حرصنا على أن تكون متطلب يعني قضايانا مكتوبة خطيا جوابا إلى أنها قرأت، أن حتى تناقش في روية ونترككم المجال لأن يردوا عليها، وهم متفائلين جدا، ولولا تفاعلهم ما دعونا وما خصصوا لنا هذا، ونحن قد رتبنا هذه الأمور مع الفنيين قبل أن نلتقي بسمو الأمير، وكل النقاط درسناها معهم. نعم، ختاما شيخ محمد، بالنسبة لهذا اللقاء ولأعضاء مجلس النواب، ما هي الإيجابيات التي ربما تلاحظ على أعضاء مجلس النواب الشرعية من خلال هذا اللقاء بالنسبة للرؤية المستقبلية لليمن؟ لا شك أنه يعطي يعني دافع قوي ومعنوي يلتقي شخص بحجم الأمير محمد بن سلمان والمملكة، قيادة المملكة العربية السعودية التي تعتبر الفاعل الأول في الوطن العربي الآن، وهي الدولة الأولى التي تهمها اليمن، ولأنها ما يصيب اليمن يصيب المملكة والعكس صحيح أيضا، فلذلك هذا يعزز معنوية أعضاء مجلس النواب بأن المملكة أيضا مهتمة بقضيتهم اليمن، وأعضاء مجلس النواب يحملون هما وطنيا، استعادة الشرعية، استرجاع المؤسسات التي انقلاب عليها، إعادة اللحمة الوطنية، استتباب الأمن والسلام، لأننا نحن ننشد السلام، نحن لا نريد حربا ولا نريد قتالا، ولكنه فرض علينا فرضا وتدي علينا وتدي على كل المرجعيات التي توافق على اليمنيين أو أقرت إقليميا أو دوليا، فوجدنا أنفسنا في موقف لا نحسد عليه، ما كنا نريد قطرة دم تسفك، هذا يعني ظلم كبير، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، نحن نحزن على كل قطرة دم تسفك في اليمن أي جهة كانت، ولكن هؤلاء قوم استمرأوا الدماء واستمرأوا القتل واسترخصوا كرامة الإنسان اليمني و أرادوا أن يستنقصوا مواطنتنا، فالشعب اليمني رفض هذا الطين الذي أرادوا أن يفرضوه عليه، فمثل هذه اللقاءات ترفع معنويتنا وتؤكد بأن لنا أشقاء يشاركون الموقف والهدف. أشكرك جزيل الشكر الشيخ محمد مقبل الحمري، عضو مجلس النواب وكذلك رئيس تكتل النواب الشرعية، حدثنا عبر الهاتف.